السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم بهذا الدرس الجديد. واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن تعاريف الصوت. هذه التعاريف جدا مهمة ولازم تحفظها للصوت المرحلة الأولى. وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، وخلونا نبدأ بالشرح. أول شغلة عندنا تعريف الفونيمز. طبعا هذا تعريف جدا مهم. ما هو الفونيم؟ is the smallest unit in sound of language، وأصغر وحدة بالصوت. وهذا الصوت قادر على تغيير المعنى. شنو معنى هذا الشيء؟ يعني إذا غيرت الصوت راح يتغير المعنى. يعني كات قطة، بينما كار سيارة. غيرنا الصوت من الكات إلى كار تغير المعنى. لذلك الفونيم يمكن أن يعطي معنى. طبعا إحنا عندنا باللغة الإنجليزية 44 صوت، 20 من عندهم علة و24 من عندهم أصوات صحيحة. بعدها عندنا تعريف الـ Received Pronunciation أو الـ RP، ومرات يسمونه الـ BBC. هذا تعريف مهم. That's kind of pronunciation، وهو نوع من النطق. Which is used by many educated speakers، والذي يستخدم من قبل العديد من الناس المتعلمين، خصوصا في جنوب شرق إنجلترا. In the Southeast England. Sorry, in the Southeast. East England، في جنوب شرق إنجلترا. إذن هو اللهجة المعتمدة لتدريس اللغة الإنجليزية. شلون إحنا نقول اللهجة الفصحى العربية بالضبط؟ إذن هي الفصحى المعتمدة لتدريس اللغة الإنجليزية. Phonemic transcription، الرسم الصوتي. The representation of each phoneme by single symbol، وهو تمثيل الأصوات برموز معينة لكل صوت. يعني شلون؟ يعني أنا عندي كلمة معينة راح أسوي لها رسم صوتي، أكتب لها رسم صوتي. واللي يريد يتعلم مع رسم صوتي، أنا مسوي دورة كاملة على اليوتيوب، بس تكتب دورة الرسم الصوتي الأستاذ محمد النوفلي راح يطلع لك. طيب عندنا بعدها Voiced Sounds. هاي التعاريف جدا مهمة طلاب عيني، ركزوا عليها قد ما تقدروا. حتى لو الأستاذ ما منطق إياها وقال لك لا تقرأها، عوفها لأن تقرأها. إيه نعم قرأها، لأن مهمة جدا. هو يقول لك لا تقرأها بس يجيب لك إياها بالامتحان الشهري. طيب ما هو الفويس ساونز؟ speech sounds، وهي أصوات produced تنتج with the vibration of the vocal cords، باهتزاز للحبال الصوتية. شنو معنى هذا الكلام؟ شوفون الحبال الصوتية هسه قاعد تهتز. هنا اكو فايبريشن، هذا اكو اهتزاز للحبال الصوتية. شوفون هذه هسه اكو اهتزاز للحبال الصوتية. فعندما يكون عندي اهتزاز للحبال الصوتية مثل ما تشوفون قدامكم، شوف هنا اكو اهتزاز للحبال الصوتية. هسه ماكو اهتزاز للحبال الصوتية، هسه الحبال الصوتية مفتوحة. فنفس الشيء الان انا عندي voice sounds، اصوات مهموسة. يقول لي sounds produced with the vibration of the vocal cords، اصوات التي تنتج باهتزاز الحبال الصوتية. اما ال voiceless بدون اهتزاز، speech sounds produced without vibration of the vocal cords، يعني اصوات تنتج بدون اهتزاز للحبال الصوتية. طيب نجعل ال weak consonants. ال weak consonants هي الاصوات الضعيفة، هي الأصوات التي consonant in which air is pushed out by the lungs with a little force، يعني الأصوات التي تدفع من قبل الرئتين بجهد خفيف، يعني أصوات تحتاج إلى جهد خفيف لكي ننطقها، يسمونها weak consonant. أما strong consonant تحتاج إلى أصوات تحتاج إلى جهد قوي لكي أنطقها، مثل هسه صوت ال p p p p قوي، بينما هذا ب ب ب ب يحتاج إلى جهد أخف. طيب كذلك عندي أصوات الفاولز، أصوات العلة، وأصوات الكونسوننت. هاي الأصوات كلها تنحفظ، مهمة جدا. طبعا العلة أصوات لا تحتاج إلى أو أصوات لا تتعرض إلى إعاقة لمجرى الهواء. الهواء يخرج من الرئتين بدون إعاقة. Sounds produced the vocal cords without constriction of the airflow in the mouth. عددها 20 مثل ما ذكرنا، وماكو إعاقة. الهواء يطلع من الرئتين بوجهه قبل لبرا، مثل ما نقول إحنا آ آ آ آ، ماكو إعاقة.
بينما consonant اكو اعاقة. Sounds in which air is from the lungs is seriously obstructed in the mouth. They are 24 in English. بس مثلا صوتي ال ب ب ب ب ب اكو توقف. ت اكو توقف. بينما اقول ع ل ما اكو توقف. هاي هي تعاريف الفصل الاول. هاي هي تعاريف الفصل الاول. وهاي اسئلة عليها. يجيك سؤال يقول لك عرف. يجيبها true false. نفس المعلومات بس يغير بيها. طيب. هسه راح نجي على تعريف الفصل الثاني. اول تعريف عندنا بالفصل الثاني هو الفوكال كوتس، الحبال الصوتيه. طبعا مثل ما شفت لكم اياها بالفيديو، ذا سمول تو سمول باتس، يعني معناها شريحتان صغيرتان من الانسجه المرنه، لاينج اوبوزيت ايتش اذر، يعني معناها وحده توقع قدام الثاني. شلون هذا المخطط؟ وحده قدام الثاني. اها، ذولا اشبيهم قد يكون مفتوحه وقد تكون مغلقه مثل ما شفتكم بالفيديو. طيب عندنا ايضا تعريف الـ voice. شنو الـ voice؟ The rapid opening and closing of the vocal cords. يعني معناها هو الغلق والفتح السريع للحبال الصوتية. هاي الحبال الصوتية لما تنفتح وتنسد تنفتح وتنسد مثل ما شفت لكم اياها بالفيديو، الحركة مالتها نسميها voice. طيب عندنا ايضا تعريف الـ palate. الـ palate هو سقف الفم. It is the roof of the mouth. وهذا سقف الفم هو الذي يفصل الأنف عن الفم، طبعا اللي هو مكانه هنا يكون، يعني هاي جوا أنف وهنا أنف، هنا فم سوري جوا وهنا أنف، فهاي المنطقة السقفية اللي هنا يسمونها بالات. وهاي البالات بها ثلاث مناطق، الألفيولار ريدج والهارد بالات والسوفت بالات. الألفيولار ريدج المنطقة اللي يكون بصف الأسنان، وهاي المنطقة الهارد بالات، وهاي المنطقة اسمها السوفت بالات. طبعا هاي التعريف أيضا ينحفظن، مناطق سقف الفم ثلاثة ينحفظن. طيب عندنا تركيب صغير اسمه يوفيالا. هذا تركيب يوفيالا موجود ويا من؟ موجود ويا السوفت بالات. إيه هنا صاير تابع للسوفت بالات، يعني تابع للسوفت بالات. It is the end of the soft بالات، وهي نهاية السوفت بالات. هاي دائما تجي تعاريف ركزون عليها، مهمة جدا. يعني دير بالكم على هاي التعاريف، ترى كلش مهمة، كلها تنقري. شوفوا شي قلت لكم عليه. ننتقل على التيث. طبعا التيث هو ممكن يجينا تعريف. التيث يقسم إلى أسنان علوية وأسنان سفلية، وهذا الشرح إذا تحب تحفظه إنه يابا الأسنان السفلية مو كلش مهمة، المهم هنا العلوية. ليش؟ لأن الأسنان العلوية يعني تساعدنا بنطق الأصوات الكثيرة، كثير من الأصوات تخرج من خلال الأسنان العلوية، وهذا تعريف تحفظه أيضا. قال لك ان the lower front teeth are not important in speech. ليش؟ because the most English sounds produced by the upper front teeth. يعني اغلب الاصوات تنتج من خلال الاسنان العلوية. طيب هسه راح نجي على اللسان. اللسان جدا مهم. اولا ممكن يجينا تعريف، ثانيا ممكن يقول لك explain، وضح. شلون يعني وضح؟ يقول لك the tongue is important organs of speech. اللسان هو عضو مهم جدا من اعضاء النطق. شنو السبب؟ السبب because it has the greatest variety of the movement. لان اللسان له حركة عظيمة كبيرة ومتنوعة، لذلك هو اهم عضو من اعضاء النطق. ودائما كانوا يقولون اجدادنا وابهاتنا، اذا واحد يسيء الادب يقولون تسكت واقطع لسانك، هسه اذا اجى قص لسانك والله مو هيك يقولون. ليش؟ لان اللسان اهم عضو من اعضاء النطق. لا تنسى هاي المعلومة. طبعا مناطق اللسان هن تب بليد فرونت باك، هالمناطق كلها تنحفظ وتركز عليها تركيز يعني ايش قد ما تقدر. شوف بليد فرونت باك، هاي المناطق، هذا المخطط كلش مهم لازم ينحفظ. طيب بعدها عندنا الاورال ساوند والنيزل ساوند. الاورال ساوند هي الاصوات التي تخرج من الفم، والنيزل هي الأصوات التي تخرج من الأنف. طبعاً مثلاً الماء والناء والإنج. هسه من أقول ماء الصوت يخرج من خلال الخشم مو، والأورال يعني يطلع من خلال الفم، يعني يطلع من الحلق كشري نقولها. إذن الأورال يعني أصوات فموية تطلع من الفم، نيزل أصوات أنفية تطلع من خلال الأنف. نحفظ هاي التعريف. طيب عندنا تعريف الجلوتس. It is a gap between the vocal cords. الجلوتس هي الفتحة اللي موجودة داخل الحبال الصوتية. تعالوا وياي شوفوني هاي الفتحة، هي هاي اسمها جلوتس.
هاي الفتحة اللي موجودة داخل الحبال الصوتية، اللي قد تغلق وقد تغلق، قد تغلق وقد تفتح، هذا يسمى جلوتس. الفارنكس البلعوم، الفارنكس من اسمه بلعوم، أنبوب موجود داخل أعضاء النطق، مجرد تحفظ للتعريف مالته. اللارنكس الحنجرة، structure at the top of the windpipe، إذا هي تركيب موجود بالجزء العلوي من القصبة الهوائية، والذي يوجد بداخله حبال صوتية. اللنكس الرئتين أيضا تعريف، وهذا ينحفظ. طيب الفصل الثالث أيضا به مجموعة من التعاريف، هذا أن التعاريف إذا حفظتهن صراحة يعني أمورك راح تصير كلش تمام. أول تعريف عندنا تعريف الـ frictions، friction sounds اللي هي الأصوات الاحتكاكية. ترى إحنا حتى عندنا باللغة العربية أصوات احتكاكية اللي يكون بيها اهتزاز، أصوات احتكاكية أو أصوات اهتزازية يكون بيها احتكاك، يعني مثلا يصير بيها احتكاك. تعريفهن sounds produced where the lungs is pushed the through narrow opening، يعني معناها الأصوات التي يكون بها اهتزاز للحبال الصوتية، أو يكون هنالك ضيق، يكون هنالك ضيق عدد الأصوات هم 9. دائما يجن بالامتحان تعرف يعني دائما يجن. stop sounds أصوات التوقفية، شنو يعني أصوات توقفية؟ الأصوات اللي راح يكون بها توقف، مثلا ب ب ت، زين أيضا ينحفظ هذا التعريف. produced when the breath is completely stopped at some point in the mouth، إذا يكون هنالك توقف للهواء بعدين يصير عندي انفجار. and then released with a slight explosion، يكون عندك انفجار مثلا ب ت د. nasal sounds، nasal sounds يعني أصوات أنفية، يعني شنو أصوات أنفية؟ الأصوات التي تخرج من خلال الأنف، الفم راح يكون مغلق مثلا م م، الفم مغلق من خلال الشفاه والصوت راح يخرج من خلال الأنف. literal أصوات جانبية، شنو يعني جانبية؟ يعني الصوت راح يخرج من خلال جوانب اللسان، من خلال جوانب اللسان، لذلك يسمونه مثل لا 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 لا. طيب gliding يعني أصوات انزلاقية، شنو يعني أصوات انزلاقية؟ يعني أصوات تخرج من خلال الانزلاق، يعني اللسان ينزلق انزلاق، شنفق و ر انزلاق، عددهم 3 وهم صوت ي والدبلي والر. هذا هو كل التعاريف المهمة تقريبا، فصل الأول والثاني والثالث. هاي التعاريف لحد يعني إذا حفظتهن يعني كل يوم تأخذ لك تعاريف، وكل يعني كل أسبوع تأخذ لك فد مجموعة وتحفظهن، أمورك راح تصير كلش تمام، وراح تفهم المادة وتعرف على شنو تجح تحكي، وحتى الأستاذ لما راح يسألك تقوم أنت تعرف، أمورك راح تصير تمام، وراح تجي بالامتحان الشهر أيضا فراغات أو صح وخطأ. المهم المادة تحتاجها أول وتالي راح تحفظها أنت أول وتالي، هي مهمة، لذلك حاول تعيد وتحفظ وتكرر وتراجع. الحفظ وحده ما به فائدة، إذا ما تحفظ وتراجع أمورك ما بها فائدة، يعني أنت كش ما قاعد تسوي، احفظ وراجع. المراجعة جدا مهمة، لأن هاي صوت شوية مصطلحات غريبة أول مرة تمر عليك، لذلك ضروري تراجع تراجع تراجع. شيء حفظته اليوم ثانية مراجعة، ورا 3 أيام هم مراجعة على ما تثبت المعلومة. إلى هنا ينتهي درسنا، نشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.